السلام عليكم الأصدقاء والصديقات، مرحبا بكم في هذا الفيديو. إن شاء الله يكون في المستوى. أولا قبل ببداية الفيديو، كيف ما شفتو في المينياتور وشفتو في العنوان، ما غاديش نبدأ دابا في الموضوع. قبل ما نبدأ في الموضوع غادي نقول لكم عواش مبروكة ورمضان مبارك، وكنتمنى أننا نكون من الذين نالوا فضل رمضان، تكون علاقتنا بالله سبحانه وتعالى قد يعني قمنا بتجديد العلاقات يعني ومراجعة شوف الحسابات. الستوري، يعني قلت لكم كاين واحد خبر، ما ماشي هو هذاك، وكاين واحد خبر يعني نساني هذاك الخبر، ديك الفاجعة. السلام عليكم الدراري والدريات، مرحبا بكم في فيديو جديد. يعني كما شفتوا في الستوري، يعني قلت لكم كاين واحد خبر، ما ماشي هو هذاك، وكاين واحد خبر يعني نساني هذاك الخبر، ديك الفاجعة. يعني انني كيما جيت من اكادير، كي راكم عرفتوا راه شفتوا في السطوري انني كنت سافرت، مشيت الفيديو اللي قبل مشيت لاكادير على ود الشباب بغاوات، وما لقيتهمش في السوق، يعني مشيت معطل، ودابا رجعت لقيت واحد. اش غادي نقول لكم على الصدمة، انتوا ديال فول بادي، لقيت عمادة حبست فيها البيضة، نذكر كناري، وراه خلاه ولي جات، وراه باقي عندو الفراخ ومات. هذا هو والخبر اللي نساني انا في هذا الصدمة. يعني ما كتب الله علينا هو حق، يعني هادشي مكتوب علينا ماشي مشكل، يعني امتى غيبقى فيك الحال بالضبط؟ هو ملي تكون عندهم، ما تكونش عندهم لا ماكلة، لا ما تكونش عندهم الماكلة، ما يكونش عندهم ما ياكلوا ما يشربوا، ما يكونش عندهم الماء. اللي غادي نقول لكم ان انتوا راه بيضات، تكبري عليها راه حيدو عليها، راه هي صورة راه بيضات. اللهم بارك. هادو دابا قدو العش، جمعوا العش كاملين. هذا راه بيض اليوم عندو ديال الكنر، هادشي اللي كاين الاخوان. والمسابقه ان شاء الله غادي نلوح سميتو، راه غادي نبارطاجي معكم اليوم ان شاء الله، ولا غدا بالنسبه للمسابقه غادي نبارطاجيها معكم في الانستغرام اليوم ولا غدا ان شاء الله باذن الله. يلا معنا، راه غادي نمشيو ندفنوهم ان شاء الله باذن الله. يلا معنا، ها هما الاخوان غادي نقوم بالدفن ديالهم، نكفنوهم هو الاول. هذا راه كان عطاه ليا واحد الدري سميتو جمال، ما سخيتش انني نعطيهم المش، ما قديتش. هادشي اللي ربحنا من اكادير، ولكن قدر الله، هادشي اللي كاين. نتمنوا من الله يخلف لينا
هذا الشيء اللي كان الإخوان الأخوات كنتمنوا من الله أنه يعود جميع الناس اللي تيفقدوا الطيور ديالهم بالأمراض ولا تيموتوا هكاك ولا يعني هذا الشيء راه ما كاتب يعني الحاجة إذا كانت مكتوبة لك راه مكتوبة لك إذا ما كان إن كتب الله لك شيئا فلا مفر لك منه.